السلام عليكم. بزاف ديال الناس يعني كيكون عندهم لي بوليكوب او اوراق وباغين يكتبوهم يعني في البيسي، كيلقاو بزاف هذا المشكل. وصراحه كاين طرق كيفاش تاخذ داكشي مكتوب في ورقه وتحوله ديريكت للوورد، يعني هادشي غادي نشوفو. هاد المشكل بزاف كيعانوه يعني الكاتب عمومي كيعاونو، شحال من واحد كيعاني هاد القضية هادي. هنا غادي نشوفو كيفاش غادي تحول يعني واحد النص اللي مكتوب في ورقة للنص في البيسي ديالك. مرحبا بكم. نبداو على بركة الله الشرح. كنمشيو لجوجل كنديرو اي دو او سي ار، من بعد كنختارو الموقع الاول كنكليكيو عليه، كيعطينا يعني هاد الصفحه. غادي نختارو اللغه ديال النص، غنديرو ارابيك. من بعد كنختارو الصوره اللي ديجا صورنا بالهاتف ديالنا وحطيناها في الحاسوب، يعني كتصور الصوره اللي بغيتي تحول داك تيكست وكتحطو في الحاسوب. هنا كنختاروه، من بعد كنديرو غينيوري، دونك كنختارو الباراغراف اللي بغينا اننا نكونفيرتيوها للتكست عندنا في بيسي. يعني كيف ما كتشوفوا كنديرو سيليكت اكستريت تكست، كنكليكيو عليها. هنايا كيحاول انه داك النص اللي مكتوب يحولو لكتبه يعني عنده. من بعد يعني كنسيليكسيونيو هاد التكست اللي حول لينا وكندير ليه كوبي، من بعد كنحطوه في الوورد. يعني هنا غادي نديرو تريتمون دو تكست، غادي نحطوه في الوورد وغادي نقراو ونصحو الاخطاء الاملائيه اللي كاينه. مثلا شي حرف بان ليه حرف الراء وردو حرف اللام، كنحاولو نصحوها. يعني هادو هما الاخطاء اللي غادي يكونوا عاده. وهنا كنديروا التريتمون دو تيكست، كنديروا نقادوا الميزون باج ديالنا وكنحتفظوا بالنص، وها هو واجد. يعني تقريبا 90% ديال الخدمه راه حيدناها، كتبقى 10% ديال الخدمه ديال الكونترول. وكنشكركم بزاف، اللي عنده شي حاجه يخليها في التعليق. تحياتي لكم.